توسعات سياسية في المنطقة. تركيا وين وليبيا وين؟ اللوب الخليجي أثر على اتخاذ القرار الأمريكي. تربيت على مبادئ الشيخ زايد. الجزيرة هل هي شركة استخباراتية؟ علاء الصديق تبغي تقلب النظام. الشيخ محمد بن سعيد له محبة في قلوب الإماراتيين. أصبحت قرارات خليجية. القوة القادمة هي الصين. الدور الإماراتي في عملية سد النهضة. الشيخ عبد الله بن زايد قد نصل إلى اتفاق. أنا لا أستبعد هالشيء.